أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لأمرتني، لأنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، فلا يصح أن يكون تفسيرا لأمره، لأن المفسر عين تفسيره، ولا أن تكون مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء في به، ولا بدلا مما. درسي 28 لدرسكان شرح مغني اللبيب. أم بحثا بوويكوا الروي راستي بابتك ودرك بيبومان بيقومان توضيحاتك فراوانو جيري دويت تاوكويكوا بابتك لو إبهامك تهاتي داري بيانين. بس من كلك بلاي أوانوك بيانوايك أني تفسيري هيو إثباتي دكن أوان دفرمون لاني كم بيان شرط بيويستا أبي أمر جانا بيان جي جا أم جا أندك لتفسيري بيت لمرجي شوارم داوستاين كوا هندك من توضيح دا که یه لمرجکان او بو که پیش انکه جمله یک ببیت جا شرطی چوارم لشرطکان اویا ابه او جمله کوا لپیش انو واقع بوا دبه لناو او جمله دا حرفکان قول وجودی نبه، یعنی ماده قول جا قول قاله یقولو قل قائل مقول هرچتیک او ماده وجودی نبهت لسر أساسا وتي زمخشري كما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وتي دكري بلين أني أن يعبد الله أو أنا أني تفسير يبيت تفسيري قلت بك أتواني بم اعتبارك قلت بمعنى أمر بيت وكوا قلت بيتي ما أمرت لهم إلا يا ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن يعبد الله اشتيش أبو الشيخ باشا قوتي أم تأويل تأويلك جوانا جاء أمزا وعلى هذا فيقال في هذا دوتري لمدا تشي دوتري أما دوتري الضابط أن لا يكون أو يا غتمان نسخيج كوايا وعلى هذا فيقال الضابط وأقر في هذا شي لقال الضابط دتوان الضابط مبتدا به ودشتوان الناس الضابطي وخوين ببيت السفاد بو هذا يتبقى بارحة على مزود شيشانية إيه إستي جنابيان هر قصي لسر قصكي زمخشري دكات وبنوعك تاوتوي قصكي زمخشري دكات وأم بابتا ورجلا ولا تفسيري زمخشري كأم بحثيكا وأم جا كومال إيراد ورخنب زمخشري وارد دكا دكلي هندكين جوابيان بي بلا هندكين جوابيان نابت جا دقتك دلتشي دلي ولا يصحو باشا عفو ولا يجوز في الآية في الآية يعني لآ أو آتا أو ألك لأهل ذكري يعني آية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم آوى ولا يجوز في الآية دروزنية لآية كدا أن تكون مفسرة أن تكون اسمك هي تتبو أن مفسرة ببوتي لأمرتني بأمرتني وقت كبلين تفسير قلت لك اتواني مجر او قلت بمعنى امر بيت ام جاء لركان اد اود تبيشوا اس ام اني ان اعبد الله غير او صورتي كذا مخشري وتي ذكر انا كاني تفسيري بيت تفسير قلت بك اتواني باعتبارك قلت بمعنى امر بك باسم كل لغير او ام انا دو صورتي لدي تبيشوا لبرداج ذكر لاستنتاج ذكر يا اويا ان اني مصدريه شو تصر أمر باشا أني ناصيبي شو تصر أمر أويك إتر أمجا خوي أو صيلك إذا بنوبة مصدر أويك
یا ئەوێ ئەنەکانی تەفسیریەیە. ئێستا لێرە دا تاوتوی بابەتەکە دەکات کە بەشێکی تەواوی ئەم بابەتە لە کەشاف وەرگیراوە، بەڵام ڕەخنە واری دەکات بە کەشاف. ئەڵێ وەلا یەجوز فی الئایەتی، دروست نیە لەم ئایەتی پێشدا، ئەن یەعبودوا الله، ئەوە ئەن تەکوونە موفەسیرەتەن لی ئەمەرتەنی، ئەنەکە تەفسیرکەرەوەی ئەمەرتەنی بێت. ی ناتوانی بڵێ ئەن یەعبودوا الله تەفسیری ئەمەرتە نیە. باشە، بۆ لأنه لا يصح أن يكون عبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. لبر أوي ناقنج دروز درنايا صحنا ببلين أعبد الله ربي وربكم مقول به وتبب خوي جورا. بابا كلامك كلامي خوي خوي جورا نقليك، كأما خلاصي كلام قصي عيسى وبحث عيسى عليه الصلاة والسلام نقليك بلان. وأوا أجر ما بصي أويا دل أجر أن يعبد الله تفسيري أمر تنيبت يتلو كاتتو أولدته أنا ما قلت لهم باشا يعني أجر كلامي خدابيت يعني كخدا خاوني قصك بيت نج عيسى أولدته ما قلت لهم باشا إلا تي ما أمرتني به ذا أم ذا دقتك أها أجر تفسير بابو أمرتني باشا أخو كاتا لواقع دا أن يعبد الله ربي وربكم يعني أويك أخوي قولوا ودبيتي برسشي الله بكن كهم ربي منا يعني إثباتي الرب دك لي بخوا عاد تحاول لي زوج وانا على ولا بل لأنه لا يسوع أن يكون عبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى لبر أوا صحيح هنا بيك بلين عبد الله ربي وربكم مقول بي بخوا قولا وتيك بي كوا أخوي قولا فرمو بيتي باشا يعني قصك قصي خدايا قرآن بلان يعني قصك أو كاتا أولي دتوك أخوي قولا أما بفرمك بلا أعبد الله فرس الشيخ الله بكن ربي وربكم هم ربي من هم يعني الله خلاصي كلام يعني أوث بعد بشرك بعد بالعقدة أوي بسك ناقن جبيبة ما قلبو الله تعالى ببيت وتبو الله تعالى باشا لأن المفسرة عين تفسيره لبر أوى تفسير كلاوكا عيني تفسير كيت يغزر فرقيا نيلا واخيدا باشا تاو اما او جا عرزي بلايخو مكم تشي بيدلن اما ليرا كان دا حد يكس توجيهاتي كان هي بوي لواقع دا بلان اوي كزمخشري لبابتكي واري قرتوا اوي كدلتي اها اوا دلتي دلي جاء البتم جاء من دواي أوي بتوب بم أوي بيزعوش تنبود ينم لشوينا كي داشم كل إسدي هنم دلة عفو بلواه والمفسر إما في القول إذا الباشا وإما في القول خلمه ولا درسي في شودا لا تقولوا ما قلت بهرحل وأما فعل الأمر فمسلم إلى الله تعالى ما بس إلى ضمير الله تعالى أها إلا ما أمرتني به أو أمرت أو وتكوت عيسى كصادة فلما ما قلت لهم هيتش بوق وما نقوتوا مجر أويك واتو دستور بمن دعبت بوشته دي أويك تو دستور بمن دعوتشي أويك أنا أعبد الله ربي وربكم أموت عيسى كخوان نقليك كتو خوا أود بمن قلت كمن بيان بلم أعبد الله فلستشي الله كان كالله هم ربي من يعني ربي عيسى وهم ربي إيويا جادله فعل امرك استناد را برو زميلي الله جل جلاله كتاك امرتا او تا خطابك لقال خوايا جل جلاله باشا جنك دلال اگر واد تفسيري كي توانا با اعبد الله ربي وروك امر سني في تفسيري كي شاشا درو زميل شنك الله تعالى نال اعبد الله ربي وربكم آها جاو من بعلبير من سيلة دوائبا هر اصلي بابتك تان بو بينم بلين اي تفسيري بيزايم ياداش كير بيشتا بوي لشي سمان نسي چونك اوي بيزايش شتيكا لواقع دا تامو تيجي شي خوي هيجا بوتان دخوين مو ان شاء الله الرحمن بلان با امي تواوكي زور باشا او چونك مفسر تفسيري كلاوكا عيني تفسيري كيتي لنتيجة دا ناتواني بلي أني أعبد الله أن يعبد الله أو أني لسر أعبد الله هي تفسيري أمرتني بكاتواني چونك مفسر ومفسر يكيكا أميك دو ولا أن تكون مصدرية
وهي وصلتها عطف بان على الهائف به. باشا ولا بدلا مما إيه. وأمزا أجر أنك تفسير ينبت لا لازم تيلة بيشانه أويدة بيشانه كأنكني مصدر يبت دوبارا مصنف دفرمي كالزمخشير ونقل لك ودروس تجنية أم أنا أني مصدر يبت أمزا وهي هي كيف النوب مصدريك أنا مصدريك وصلتها سيلة أنا مصدريك ببت عطف بيان بوهائي به ولا بدلا مما ودرزنيا أنك لقلصي لك تشأو ببيت عطف بيان بوهائي به وتشأو ببيت بدل معك ما أمرتني دلي هيتش كامل لم دوانا درزنيا وقت هيتش كامل لما ندرز نبيت لنتيجة دا چونك بوخوي دلي وإن جعلتها موصولة أما متني بلام عبارتي كشافة حاكت تبون أنا كي وعد أبني أني موصولة به موصولة فعل كموصولة بفعل يعني وصل كفعل يعني أنا كاني مصدرية بيت فعلك كأعبد الله يا صلك بيت لم تخلمي أن تكون بدلا مما أمرتني به أو من الهائف به بدرني لو يا بدل به لما أمرتني به يا لهائف به وكلاهما خير مستقيم هل كان نارك بو چونك فرمي لأن البدل هو الذي يقوم أبم شوية باشا أبم شوية زود شاكا أو كالإدامة داريت البدل أو يكا خلاصي كلام خلاصي كلام أو يكا مبدل منه كساقل أو تتجاكا باشا زور بجي وكذلك إذا جعلته بدل من الهائي أقل بيك يتبدل لهائي به هل بو شهود رزجين شوكا لأنك لو قمت أن يعبد الله مقام الهائي اگر اعبد الله بری جگه چی بی که تبدل مصر بی که تمصر بی که تبدل لحائی به ایوانیا اولی دتوا فقلت دل الا ما امرتنی بی چی بی ان اعبد الله ایتر اما جناگون جه لبقاء الموصول بغیر راجع لی من سلطی چون که موصول کمان کماکه ما امرتنی ما موصوله زمیر اگل سلکی را که ان اعبد الله بیت ناچته بوله باشا زوتاكا ام جادوا امانا زمخشري دي دلي اي تبكرت باشا على قربان انا كاني تفسيريا بلان تفسيري قلتو دكاتواني بو اعتباري كقلتو بمعنى امرتو بيت او وردو دا دقينا النتيجة باشا جا البتا كومالك توجيهات هر هي لواقع دا كضرورا امانا ام توجيهاتنا كرتاو بكرين لواقع ده وكمالك توضيحا كأو توضيحانا أجر الندرين بابتك سقده بلواقع ده جاء بويا مثلا لو أنا عرزي بريخهم كم زور تاكو إيه زور بجي جاء استي أفرمي بلا با و ازانم توزه بابتکه بروی نپیشه و امجا توضیحاتی که دستن ام بابته بدن اره او تاو تایره اما الاولو فلان عطف البیان فی الجواملی بمنزلة النعت فی المشتقات فکما ان الضمیر لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بیان ووهم الزمخشری فأجاز ذلك ظهورا عن هذه النکتتی وممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد بن السيدي وابن مالك أبو محمد بن السيدي آوى والقياس معهما في ذلك وأما الثاني فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول نعم إن أول القول بالأمر كما فعل الزمخشري في وجه التفسير جاز ولكنه قد فات هذا الوجه هنا فأطلق المنع كما شاكل الی وطمان اگه تفسیری بیه، آو چه شد روز بیه، اگه مصری بیه، یاد بیه بیه تعطف بان یا بیه تبدل. لحد ولاده چه شد روز بیه. باشه؟ اما الاول، اولیان، اگر ببیه تا آنی مص، آنکه آنی مصری بیه، باشه؟
وامجا خوي وسيلكي ببنا عطف بيان باشا لهائي به او زور تشاك عرسي خوش ويستان كم لبر تشينا قنجي تماشاك لبر اوا فلان عطف بشوك الدليلي تفسيرك كاني تفسيري بالدليلك يقول دليلي امدو انا معه كنيله لبر اوا فلان عطف البيان في الجوامد بمنزله الناتي في المشتقات لبر اوا اجر بلين ام انا ببيت مصريه خوي وصلك ببيت مصر ببن عطف بيان بو هائي كببه وكببائك وصلوا دبيتا به لبر اوا عطف بيان لجامده لجوامد وكو او هيك ببه ومتصله ايوانيا كجامد الزميل الجامد عرزي خوشويستان لكم بجيغي نعت لمشتقات باشا وكو نعت لنا مشتقات چوني بو درواندري بوشي ولنا جوامد جدا عطفبان او بو درواندري چونك اصل اوه نعت الريشي لاشتقاق دابي واصل اصل اوه كوا بلين عطفبان الريشي لجوامد دابت باشا جادل عطف بيان لجوامد دا هروكو عد انا ادوال مشتقاته چون فكما ان الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بياني باشا هروكو او كزمير منعت نابت هربو شوش عطف ناكته وبصر عليه بصر زميرك باشا وازي عطف بيان اخر زمير نابت موصوف الزمير نابت خاوني صفات وقت نابت موصوف تاوكو صفتي بيت ناج بيتا عطف بيان تاوكو مبينيكي بيت لنتيجة دا عطف بيان بون دستي لبشو بو چون كدالين عطف بيان حكمي نعتي هي لمشتقاتك ام جامدة هر وك نعت ناكلة ببيتا نعت بو زميرك عطف بيان جي ناكلة ببيتا عطف بيان بو تي بو زميرك او هو كاري اصلي باشا برو بابي جان دبرو باشا كم داري توجد باشا وقمك دبرو عمد بلج بيخ اي دو تاكوش بيروزا ايه اوا اصلي دليلك جا امجا ليرا دا رؤكات الزمخشري دالي ووهم الزمخشري فأجاز ذلك زعولا عن هذه النكتة الزمخشري ريغي داوة باشا عفو ووهم الزمخشري زمخشري كوتوتا وهموا قمانوا باشا يعني كوتوتا غلطوا فأجاز ذلك إجازي أوي داوة كأن يعبد الله أن مصري به خوي مصرك يعني أنا كو سيلك كدبنا وبمصر باشا أمانا ببن عطف بيان لشي لهائي به اوش ده چو ده ديله اگر سرنجو ده بيته وكو بون خوين نواني لما تنكي كشاف ده جنابيان لكوتاي ده دفر بي لكوتاي بحثك ده كدله اي رقا چاره چه دله رقا چاره او يكا كاكا انا كاني تفسيري اعبد الله تفسيري قلتو كاتو كقلتو معنا امر بيت ويجوز ان تكون ان موصولة عطف بياني للهاء لا بدلا هنديك جواب ددنواني من جواب كان دلهم استبلان بلا بدلا شكمان لتقدر شتوا شوك لدى دل لا بدلا ما قالوا اللهم اللي هندي مخطوطة والنسخي كي كشاف ده لا بدلني تانا به وضل دلوستا انا كاب موصولة به بخوي وبصيلك يوبي بتعطف بيان بو هائي به او جنابيان وضل باشا دقت كان جانجا عرضي خوش ويسان كم دل زمخشري كوتوتا غلطة ولو بابتا ده فأجاز ذلك إجازة أشتي داوة يعني وكا أن يعبد الله أنا كأني مصر يبه بخوي وبصي لك وقت دبنه وبمصر ببنى عطف بيان لهائي به باشا أوشك زهولا عن هذه النكتة كحالي الزمخشري ويا لفراموشي دا لم نكتة النكتة كامتها فلأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة ناتي في المشتقات كعطف بيان لجامد كان دا وقنا أدواء لمشتقات يعني شي ناكرة ببيت النعت لمشتقات لجامد شا عيني أوشتناتو عن ببيت عطف بيان
وقتك مثلا نعد ناتوانا ببيت نعد بو زمير وزمير أصولا نابت موصوف منعود تاوكو نعتك بو أي زمير كبد هر بو شوش ناتوانا ببيت تابعكو أم جابيكينا عطف بيان بوي زمير ناتواني بعطف بيان أوي بو بيني تابعي بو بيني وكو بنعد ناتواني بو بيني زمخشي لدل أعمل بيشتو إزازي أوي دهو جاء لي ردا الرجاء بخوم ددم كقصيب كم أيش أويك أعمك جناب زمخشري لآخر قصي كلك شافة وتي باسم كسة بعد البوا مصنب لي ردا أو كفرمي لي ردا فرمي دلوستا أنا كم موصول بيت خوي وصلك ببن عطف بيان لها إبه نك بدل جاء ما قالوا لا بدلا لهند نسخي كدانا بكو باسم كن أو كم مصنف لي ردا نسبة ابن زمخشري دا بوه مبو غلط لبل او امنو تلي بيشو تواني كمصنف واتا ابن هشام باسي كير كيوش ايو عطف بان لجوامي دا بجيغين عطل مشتقاتا هر وكو زمير نابيتا موصوف عطف بانش زمير ناكري عطفش ناكري توصل بشوازي عطف بان اه جواب يما هندك داوية نتوك كاكا عطف بان للاي سيبوي هر بدلا هر بدلا راضي تصريحي بمشتكل دا وهر بويا رضي لشوينك دا زور بلامه وظريفة طلا من هر آخر يكي هلي محالين بو آية واقعا عطف بانو بدل يكي كنين يعني اما نكتيك زور سيلا بلان ليرا دا لما تنكي كشاف دا ويجزو أن يعتف علي عطف بان لا بدلا آوة دلا لا بدلا آوة دا كريم بلين لهند النسخي كراتي دا نبي اللهم اي برحال هل جوابي أمي مصنفي أن داوة تواني إي ابن هشام كم إرادة لزمخشري كاك عطف بان للايسي وهي بدلة هر بدلة أقا كاسيك جبلا عطف بان هر ما بس بي بدلة رضي أمشتي باس كدوا وإختلاف نية لو داكا داكري الزمير ببيت مبدل منه لقال وشاك لبابي شوار أخوين دومانا كإجازي داوة كسائي باشا الزمير غائب ببيت موصوف باشا إيه وقت زميل غائب بيت موصوف او ترددك لعطف بان داهيا ايوانيا وتوقعنا بلا واقع دا كدكري اصلا عطف بان زميلك وكو عطف يعني وكو جون دكري زميلي غائب نعتيبو بهندري اصلا بالنسبة زميلك وكو او زميلي غائب كدينيتو عطف بكري توصل بالشوازي عطف بان مثلا باشا أبو حيان وكو جنابي ابن هشام قصي زمخشري رددات هواني كدلي عطف بيان لواقع دا لنا وجوامي دا بزوري لنا وعلمان دا باشا اويك اوتويتي هندك الجواب أبو حيان يندعوتو دلا نوايا بلان اوشتا غالبي او بو معناني كوا عطف بيان كزور بكي لجوام الدولة علام دا لغيري أو دا نايا بلا غالبا كي بلا غير غالب شي هي أو وهر بوشي وش متقدمين نحو عطف بانو بدل بيك شي ودا دا اللواقع دا زور تشاكا جا اللواقع نفس الأمر دا يتشي لوانا كرد أبو حاني داوتو بناي سفاقسي على عطف بان هرچن دا لعلمان دا زور تداوكو باسكراوا بلام كيشه نيه كوا اوشتش كزمخشري با اجازه داوه لغيري علام دا اسو ابو علي فارسي اجازه داوه لم آتي شجرة مباركة زيتونة كتوتي زيتونة داكلا ببتا عطف بيان اه بوتي بو شجرة داي لقل اوش دا امشتك دبي اوكانيكا رغان ندابي بلان اما ابو علي رغي داوه و اوش که ابو زمخشری باسی کدوه لباری معنا وشتی که جوان و بی عیب و بی ایراده رخنی لواقع ده لینا جیره بلا برحال ام جوابه جواب اک تواونیه بلا ما بس اوه امی که از ابن هشام او ایراده ده گره برحال هندگ اوه جواب ده دنوانه اولیان که ناکره وطمان ببیتا ان یعبود الله بیتا عطف بان لهایی بهی و اما ثانی اما دو همیان اوه که دروز نبه أنا كما سري بي خوي وصلك ببنا وبدل لما ما قلت لهم إلا ما أو كوتي درزنيا أو لبل أويا فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول
لبر أوى عبادة شونك أن يعبد الله دبته عبادة وانيا إيه لبر أوى عبادة عملنا عملناك فيها العبادة فعل قول باشا إيه شونك هو كذا ما شاء الله إن فإن العبادة لا تقال عبادة ناوتر عبادة أنجام لدرجة يعني مادة قال ناتوان ببيت عامل لمادة عبادة دقسك جوانا فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول لبر أوى أجر بيكين بدل أن يعبد الله بيكين بدل أو كاتا لما ما أمرتني ما معمولي قلت يا أيوانيا وقت لبيت معمولي قلت بدلكش حكمي تكرار عاملي هيا ريك بدلكش كأن يعبد الله هيا تبيت معمول بوتي بو قلت باشا حالي لازم دميت أو كاتا تبيته بمصر مصر كلبيته عبادة يعني مثلا ما قلت لهم إلا مثلا عبادة الله مثلا بونمون أيوانيا دي إلا عبادة الله مثلا أو دي خو أخ خوشتوا لواقعنا وسلم دا كوا فعلي قول عمل دكا لا لا لما دي عبادتها شونك بو عبادة ناوتر عبادة أنجام ددريت نعم بلي عفو إيه زرت شاكا جاء أول ثوب الله من لبيل منشو ببورن شتيكم لبيلشو وممن نص عليها أو هاي بالنوبو نكتة فأجاز ذلك ظن أن هذه النكتة وممن نص عليها لو نشك دستيان دانا وعليها لسر أو نكتيك عطف بيان لجوامد وكنا أدواء لمشتقات لمتأخرين وكو دق دياريان كردوا لسر أنو تدستيان دانا أبو محمد بن السيدو لقال شيء لقال ابن مالك ابن أبو محمد ابن السيد دبيتا بطليوسي يكيك لزاناني أندلس كشرحي كتاب سيبوه كدوا والقياس معهما في ذلك وقانون لغة عربي معهما لقال ابن السيد وابن مالك ده في ذلك لم بابت أمن تلاك عطف بيان لجوامد ده وكو نعدوا لمشتقاته وأما الثاني أما دوهم ك أنا كببيت أني مصري وأعبد الله ببيت بدل لماك وتمنى لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول لبلو عبادة فعل قول عملية داناك لواقع دابو تشونك وكو باس ماكر أجر قرار بي أو ببيت أو بمصر ببيت بدل لماك الريكو بيلسة جيغي ماك وقت تشو جيغي ماك تشي لبس اللي لواقع دا أيوانيا وقت تشو جيغي ماك هرريكو بيك دبيتا وكو تشون ماك بوتا معمول بو أوي بو 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 قلت وكا رج أمش أمزة أما سرد بيتا معمول بو قلت وكا دي لواقع الناس الأمر دا جنابيان جواني فرموا أو يك واتزمخ شركة أول دي توانية كبلي مثلا ما قلت لهم إلا أن يعبد الله بمعنى أول دي توكات أنا كمسألة ما قلت لهم إلا عبادته جابوا درزيان شو كذا لأن العبادة لا تقال عبادة ناوترة بل كود أنجام ددريت قصي كيزوز جوان الله واقع ده باشا إيه أوش أو خاليك زريفة كبعسيك بل عندله بل أجر قول تأويل بكرة توب أمر وكو زمخشري أنجام دعوة في وش تفسيرية لا صورتي أو ذاك أنا كاني تفسيري بجازة أو درستا هيج إشكالية دانيو كاتا قلت بمعنى أمر ده بيو هيج إشكالية دانيو تكلي عمل كالة كده لما ده عبادته هيج إشكالية دانيو بسم الله زور بجيه ولكنه قد فاته هذا الوجه فأطلق المنع بلام أوي هي زمخشري هكذا وزمخشري قد فاته هكذا وزمخشري زمخشري لدستي داو أموتا كاموتا أوي كقلتو تفسير بكتاتو بأمرتو قول تفسير بكتاتو بأمر أوى فأطلق المنع منع كي بمطلقي لدى هنا بمطلقي دلوزنية أوى فإن قيل أقا بقتل لعل امتناعه من إجازته لأن أمره باشا لا تعدى بنفسي إلى الشيء المأمور به إلا قليلا فكذا ما أول به إيه على أقربوتر
يعني وكو برسيار باشا وكو برسيار وكو برسيار بجوار بقوتري. فإن قيل لعل امتناعه دكريت رنج بآوا بيادة چيت هاي امتناعه اتشتو بو زمخشري بيادة چي رنج بيانداني زمخشري من إجازته لإجازتاني أو وچ هيا كوا دلي دروزني أوشك أويا أناكا أني مصدرية بي لقل عبد الله ببيته مصدر وببيته بچي ببيته بدل لماي ما أمرتني كأوا وتمان زمخشري رنج بيانداني لعل بيدشد امتناعه ريغا بينا داني زمخشري من إجازته لإجازة داني أو وچها أم إجازي بدنو أو هذا الوچوي بيشخوي أو وچها كام وچها أو كأنك مصدر يبد لغلسي لك ببنو بمصدر ببنو بدل لماك بيدشد ريغا بينا داني زمخشري بو أو صورتيا لبر أو بيك كاكا كقلتو وقت تفسير بكتاته وبأمرتو لبل أو كأمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به لبل أو أمر وكو أو كبلين قلت أو كاتب معنا أمر بير متعدينا بخوي بخوي بلوشته كدستوري بيادة دريت دستور بوشته دادة دريت إلا قليلا ما قلب كمي مثلا بزوري خلق للغتها هاتوا دلن مثلا أمرتك بالخيري نالا أمرتك الخيرة أمرتك الخيرة هاتوا كمفعول دوهم بقريت بوخوي متعدي ببيبرو مفعول دوهم بلان عموما بزوري أو كيما دبنين أمرا متعدي ببتي بحرف جر متعدي ببو مفعول دوهمين جادلي أو كمصنف قبل زمخشري ريقي أموتشين داوا كأني أعبد الله ببيته ومصدر ببيته بدل لما ما أمرتني لبل أواك قلت أو كاتي بمعنى أمر بي ورقيها النداو أو ليرة دا بعصينا كردوا لبل أواك شونك أمر متعدنا بخوي بخوي بلو أوشتي كوات أمري في ذكرت فكذا ما أول به هل أوشتش كوات تأويل ذكرت وبأمر ويلي بصدتواني لنتيجة دا أو كاتا أويل ديتو كقلت بمعنى أمرت به ناتواني راستو خو بچه تسر ماكا وامجا بتبعوا كمدل منه مدل منه كلا بريو عبادتا بيت جگاكيو امر قلتوكا كبمانا امر راستو خو عملي تدابكا ببي حرف جر عملي تدابكا ببي حرف جر شتيشي كما وقرآن تخريز ناكي لسا صورتي كم لنتي لسا صورة زوركا تخريزك لك صورة زوركا جواب حرف جر بي لده حرف جر ريلياني او جوابي اوش زود بحثي وردو خوشا كورديشا خوشا كغرانيشا خوشا باشان قلنا اجتو او بلي اي مدلين هذا لازم له له يبنو بزمخشري على توجيهه التفسيريه اويكا اوك باسكرا اعمل لفه انقلاب باسكرا بيويز دكا بزمخشري لسر توجيه الدني زمخشري بتفسيريكا لو شنو داكوات تفسيري كدوان بشي قولي بأمر تفسيري كدوان وكوباس ما كلا لسلتي بحث كدا لقال وشا كوا خوي متعددة بنفسي خوي باشا جا عرزي براي خوم كم اوهيك لويدا بمعنى إداننا لواقع دا باشا ايه لويدا كأنا كأني تفسيري ابو بمعنى إداننا لبر اوه اشتيك معنى هي قاعدهك معنى جوكا بيوزناكا وقت اشتك تأويل لكيته وبشتك كأوشتا وكو أصل كوابه حتشي حكمه بو أوي هيبو أمش فبه مثلا قلت في وقت التفسير لكيته وبأمره في إذناك حتشي بو أمرها بي قلت بيبه لواقيده بيشي شيء يغني لواقيده يا مثلا وقت بلين ولا تشي هيبو بو أمره بو قالش ببه أو كاتا دلوستا قال متعدي بنفسي خوي ببي احتياجي بحرف جر بحر كان تايلج بكتته بامر لا واقعده باشا بنظر بهوش كشن قال الاصل ابو خوي متعدي بران امر واني لذاتي خوي ده زور باشا جاء انجا ويصح ان يقدر بدلا من الهاء في به اما جنابي انا او دل درستا ام ان يعبد الله باشا مقدر بكرت باشا دا بندري أن يعبد الله ببدل لهائي
بهدا يعني أنا كأني مصدر يبت نك تفسيرية أو قصي أميان أو أبو كأم صورة لا كشافة هاتب وبلان الزمخشري رجي بينا دابو باشا إذا تاكا درست تقدير بك لأن يعبد الله أنا كم بمصدر يبت باشا وببك يتبدل لها إبيه إيه ووهم الزمخشري ووهم الزمخشري فمنع ذلك باشا الزمخشري كوتات قمانوا باشا كوتات غلطوا فمنع ذلك الرغيب ونداو باشا الرغيب ونداو كبب يتبسي بدل لها إبيه بوكو باسمك باشا بلان لواني كرغان داو أبو إسحاق زجاجة دلو كاتت تقدير قالية ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبد الله تأويلك آوالي ديتوا فمنع ذلك منع بدل بونكي كردوا ظنا حالي واي زمخشري لقمان دا منه لم وجهيا لبدلك كأن المبدل منه في قوة ساقتي أجر ببيت بدل لها إبه باشا أن يعبد الله بكينهم بمصدر ببيت بدل لها إبه أو هايك راجع أبو ماي أما أمرتني كما كمنصولي أم عائدة كيتي أجر قلتويتي رجشتي آوا بكريت قماني أوي وكمبدل منه وكك ماي ما أمر بلين أويا تي بيدلين ها أكيا باشا كده تيتو بو ماي ما أمرتني چونك مبدل لقوة سقوطايا لنتي الصلكة ببي عائدة مني تواني أو كاتي والد تواني ما قلت لهم إلا ما أمرتني مثلا بأن يعبدوا الله أو كاتا بأن يعبدوا الله بيتوا أو كا ما إلا ما أمرتني مثلا بعبادته إلا ما أمرتني باشا بعبادته أو كاتا إذا خلاص أو ها أنا تتوبوا معك لواقد أو كاتا أو دا تتوبوا اشتيتك لواقد أو ها أنا تتوبوا الله أنا تتوبوا بو ماي ما أمرتني لا نتيجة دلية تشيل بسرد فتبقى صلة ولا عدين صلك كجملة ما أمرتني بأن يعبد الله يا كلمة ما أمرتني إلا ما أمرتني بعبادته جملة صلك دمينته ببعائد باشا جامد ابن هشام دفن والعائد موجود حسا فلا مانع عائدك وكو حس بيك لا وهي مجوابي زي ما شاء عائدك موجودة لباري حسي ده فلا مانع هيج اشكالي كشتي دانية باشا تشيشي اقنية نية لو دا هيج كمو كرتي كتي دانية الدكري او بي هيج مشكلة اقنية لواقع دا بو چون كعائدك حسن موجودة چون حسن موجودة اما جوابي زمخشري كرقي اوين داوا لحسا موجودة يعني اوه كاكا او ضميرا لبه دا كما امرتني به اما محسوسة تو ديخويني و مشاهديشا وبتايج دا بندريه بمحزي قانونيكي صنعتي قانونيكي نحوي كدلين مبدل منه لقوتي سقوطايا باشا سرناكيش يبالو او كسي لك لا عائد تبيت خالي بيت او جوابك جوانا حتى وازانم لشوينك دا لبابي شوار لبير منما و دقيقا بلام نقلكم كرلا تفتازاني و الله اعلم الله اعلم اري 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 نقلكم كرلا تفتازاني و شتيك ابو شي و هاتبوك جنابي تفتازاني برحمه بي منكري او يكل شوينيكي ابو شي ودا ولا كبلين سيلك ببيع عائد دميني توا باشا شتيكي أعوام لبيدة إيه دقيقا وخوشم أصلي بابة كاملة كوي بيضلا هلا خدي وانك هديت لمخطوطيكي حاشي تبتعزانين دي لسر كشاف لبيدة بابة كام دي لواقع دا جائت الأمجا لبیر من ما و است لکه دابو دقیقاً بلن لبابی چوار دابو لواقید اوم لبیره زور زور بجه ای باش زور چاکه او توجیهات که و زمخشری کردیو و
وأمش جواب الرخني ابن هشام له زعم ذا دقتك بيزا ويدالتي حموت أمو دخلين وسيت والختا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم بيزاوي برحمة وفرمي أن يعبدوا الله باشا أنك أني موصولي أنك أني بلين موصوليني أني مصرية أن يعبدوا الله هذا لي عطف بيان للضمير في به أو رقي داو أو بدل منه بو بدل جرقي داو وأمزا أويك ليلة دالي مبدل من لقو تسقطا سيلك بعيدة من التواني وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم بقاء الموصول بها الراجعين أما رد الأستاذ مرشدي عليه وانيا شرط بدل أو بكدرز بمبدل منه وكبخي حسب بكي بمطلقي باشا بو أويك و ام جا تاوكو بلي او بيتا بيشا وخو بلين الله سيلك ببي حائد مايا واني لسيلك لا زميلي بتاتو انا تنهانت لشوينة كامن ويستم لمفصلي شكا لمفصل عبقرم مجال من ابو بلان لشوينة كان نقل دا كان لواقع دا ايوش اوية چونك دلان هر خودي زماشري قوية لمفصلة وتويتي او واجبنية كا حتما دبي مبدل منه حتما ساقل بي باشا مثلا تقول إلا زيد رأيت غلامه رجلا صالحا رجلا صالحا أجر بدل بلا غلامه باشا لقال وجدا ناتية تجيك غلامه أيوانيا لنتيجة أقبلين والله غلامه رأيت زيدا غلامه رجلا صالحا رجلا رجلا صالحا ببيت بدل غلامه يمزى غلامه لن يتسقط به دي لبيت وزيد رأيت رجلا صالحا ايوانيا اما غلط ده بلا وقيدة شو كتونا جملة زيدون رأيت رجلا صالحا باشا جاء عزي براي خومكم اوا قصكي بيزاوي ويا برحمة بالي لدرزبوني بدل لا اوايا كصحيح بمبدل منه ساقد بي تاوكو اوايا كوا بدلك الدرزل بالان اوا شتيش كلينية تبلي حد هر شوينه که بدل بو مبدل منو که لحکم سقوط آبیو اما واجب نیه لهم شوینه که قصه که زوز و قصه که جوانینی اما نیه تا وکو هم زم اشکاله بیتر پیش رو بلین والله خو با سقوطی مبدل منو که های بیهیه هم زم جمله سیلا خالی بوله عاید همشتا دروز نابه لذاتی خویده و قصه که زوز جوانه او امامی بزاری دو فرمیم زوز چاکا أن يعبد الله هذا فرمي يا عطف بيان بو ضميري به يا بدل اللوي بو بدلك تشيشنية أو الدو دلي يا خبر بو مبتداك مقدر أو السي يا مفعول بو فعلك محذوف خبرك كأن يعبد الله أو اختي دبيت أو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أوشيا مثلا هو عبادته اشتيش إلى الشوية أو يا أعني عبادته بكي تمفعل به باشا إيه باشا اندلي ولا يجوز إبدالهم مما أكرم مما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مفعول القول هذا ويكالي لداوت لك الزمخشر إشارة بيكربو أودو أويك دو ولا أن تكون مفصلة لأن الأمر مسند إلى الله سبحانه وتعالى ناشد ببيت التفسير أنك تفسيري أمرتني بك أتواني لبدو أمرك إسناد لبدو الله تعالى وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم أو والدته معناك يعني إخوة يقول ببيتي الله بفرستن كربي منه ربي وشد اشتوانا بأوهر لتفسير زمخشرية ولا قدا زور باش تعو زم بسم اويا اوشتي كا للاي جنابي زمخشري جائز نبو ديتمان بيش ابن هشامش برحمد به للاي كسي كوكو امامي بيزاي برحمد به اشتكا جائز بو دروز بو صحيح بو بيش يشبو تاو والخامس كوتا شرطمان ان لا يدخل عليها جارون نتي تسر انك حرف جرك
فلو قلت باشا زرتك، فلو قلت أجاوتت كتبت إليه بأن افعل، يعني بوصر أنك حرف جر باءت بالدسر، كانت مصدرية أو أنك مصدرية دبت. أجشتيك لو شيء ورويدا، أجشتيك لو شيء ورويدا بوصر أنك حرف جرك شو أو أنك مصدرية وتفسيرية نية بو، چونکە لەوە پێش باسمان کرد لەوەی لە بەحسی ڕەدان لەسەر ئەبو حەیان کە فەرمووی حەرفە جەر داخل نابێت مەگەر بۆ سەر ئیسم یا بۆ سەر شێکە لە تەویل ئیسم دەبێت. دەی ئەن ئیفعەل باشە بە تەقدیری ئەوە کە بڵێین ئەنەکە لەودا مەسەریەیە لە تەویل ئیسمدا دەبێت، ئەوە دروستە حەرفە جەری بچێتە سەر و بە تەقدیری ئەوە و بەوە کە فەرزی بکەین تەفسیریە بێت ئیسم نییە و لە تەویل ئیسمیشدا نییە. بويا حرف جر ناتش تسري لا أقدا أجا تفسير يبت يعني واتا لهر شوي نكا أما قصيك زود درستا إيما لهر شوي نكدا أن من دي حرف جر لسربو أو مصرية طب بو شنكا أو حرف جر يا رسالة تسر اسم ياشتك كبتأوي لبتو بيسم أو يقصى كبسيك زود جوانا ئەو حرفیان شەرتەکان تاوبوو. ئەم جا مەسلەیەک مەبوو دێنێتەوانێ و لەمە تاوا دەبێت لەسێت سەر وەچی دوایی باشە لە خزمەتتاندا عارسکەم ئەفەرمێ مەسئلەتون ئەمە وەکو تەمرین وایە ئیزا وەلیە ئەنی صالیحەتە للتەفسیری مضارعن معه مضارعن دەبێتە فاعیلی وەلیە مضارع معه لا نحو أشرت إليه ألا تفعلوا جاز رفع على تقدير لا نافية وجزم على تقديرها ناهية وعليهما فأن مفصرة ونصب على تقدير لا نافية وأن مصدرية فإن فقدت لا امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب زور باشا الله يقر واقع أبو أو أنا كده جنجب وتفسير باشا واقع بو لدواء أو أنا وكا ده جنجب وتفسير أجر واقع بو لدواء أو أنا وكا ده جنجب وتفسير مزارعك واقع بو معه لقال مزارعك ده الله وإبهار تكتو زود ده باشا أعوى إذا وليا أنا كده بيتا ما بس بلفزي أنا كيو مفعولي وليا إذا ولي أن الصالحة للتفسير مضارع بم وصفك بس وصفك ومعه لا أو جاز رفعه وجزمه أجل هاد بشوين أو أنا دا كجنجاوب وتفسير جنجاوب وكأنك أني تفسير يبيت أجل بشوين أو أنا دا مزارع كات بم صفتك لقال مزارعك دا لاهبو وكو أشرت إليه أن تفعلوا دروستا هم رفعه وهم جزمه هاي رفعه هاي جزمه تتوب مزارعك بلي أشرت إليه أن لا تفعل أشرت إليه أن لا تفعلوا إيه جاء أن جاء رفعه جاز رفعه رفع أي مزارعك دوست على تقدير لا نافية بم تقديرك لاكت لاي نافية دي فعل مزارعش بدوا لاي نافية دا هج قران كاريك لا خلاصي كلام حركات سكنة تدرس لابد هر وكو بيش او ايكا حرف نافية لابد شومبو استشهر ابو شي ودابد دو هاتني نافية كش ايه وجزم دروسي شم بمزوين خلي بلاي ألا تفعل او على تقديري هنا هاكت يتوب ولاكا لسا تقديري اوكا لاكت يا او بيت ناهي بيت يعني لسر فرضي او كلاكتي بيت ناهي بيت دي لاي ناهية وكو هر عاملي چكي جازم انسيت سر في المزاري مسلمي لك جا وعليهما لسر هدو صورتك هما كأجتو بورفع بو جزم لسر هدو صورتك چاوا هدو كان لسر هدو صورتك چاوا مرفوع بي چاوا مجزوم بي باشا فأنتيا اويا مفسرة انكا أني تفسيرية باشا لسر هدو صورتك أنك تفسيرية باشا إذا تاكا تش أولاك نافية بي ومضاركة مرفوع بي
شأوا مزاري كما الزنبيو لاكا لايناهي بيت أو أني شأني تفسيري تاو بو أولا شنك حرف جاري لسد نيلا وقيدا دوايا ونصبه نصب دروس عطف وصرفه جاز يعني نصبه ودروس إيشا منصبون مزاري هكا ستبو مزاريكا دروس مزاريكا منصوب على تقديري لا نافية وأن مصدرية لست تقديري أو كلاك نافية بيو أنا كأني سبب مصدرية بيو تبعة خو منصبوني مضارع ببي أو نابذ لواقع ده شيء واضح رونا لواقع ده ببي أداتي ناصبة نابذ زوق سيكي جوانا جاء أنجا فإن فقدت لا امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب إيه أو أجر خلاصة كلام أنا ك أني مستلم مشخصة وتتفسيرينية بلان فإن فقدت لا لا كلاتشو هل أشرت إليه أنبو أن تفعل باشا امتنع الجزم من أبلي أشرت إليه أن تفعل بو لبر أو عامل جازمي لين يتاوك منزوميكي شو منزوميكي آخر فعل مزارع ببي عامل جازم منزوم دبين نولا منزوم نابد سيكي زود شوانا بلان وجاز الرفع والنصب دروس هم مرفوع به ودروس هم منصوب به بلي أشرت إليه أن تفعل يا أشرت إليه أن تفعلوا جاء أنت دقتك أجر خلاصي كلام ما بمرفوعش وين ما نواني بمرفوعش وين ما نواني أود لين أنا كأني تفسيرية أشرت إليه أن تفعلوا باش وأجر بمنصوبي خن معناه أو بناء السر أو كان كاني مصدرية أشرت إليه أن تفعل زرق سيه جوانو ريكو بيك تاو باشان صورة إشكا كما هو معنا لو تشوار صورتي أو لا إي أن إيساش دو لا فرما ما ولا بلام دو فرما ما ولا لم نسخيها كم بدا اسموية حل سر أن وكما لبابتي سيد عجيب غريب ديني لشان درسي ده هاتو داك إن شاء الله دي جينيا دي قد كم ألتي ألي الوجه الرابع صورتي شوارم وثمان أن أجا اسم بو مشخص بو كتريا بلان أجا حرفية شوار صورتاتو أني مخففة لسقيلة أني مصدرية أني تفسيرية ألو ترابع أن تكون زائدة أني زائدة يعني أمانة همو قصب كلاسر أن كلا تائرة مسيا صورة من تهو كله إيسي قصة لسا صورتي كوتائرة كان كزائدة بوني أنا وباشان دواء أو إتر كومالك بحثي كديتا بيشو هل لسر أن وبوا بحثك كوتائرة أن تكون زائدة كزائدة بيت ولا هاتي أربعة مواضيع وبوزائدة بني أن تشواشون هي باشا زورتاك تشواشون هي إتل بهرحال سيانم لبر تشاوة بلا 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 هات شوالين ديارن يكيان أحدها لا جملة مؤتلت وهو الأكثر كأمان لهم يزورتنا يكيان لو تشوال هاكا تتربو أربعة مواضيع لو تشواشون هناك لهم يزورتنا أنتقى بعد لما التوقيتيتي كلا دوال لما توقيتية واقع بيت لما توقيتية أو لما يك تفسير دكتة بوقت وبحين على لما وقتية لما حينية باشا والبتة بيش اللي يتلل لما وجودية أو هل بحثي لما دا بريكو بيكي توضيح من داو كبزوري أو يك واقع بيت لدوال لما توقيتية باشا نحو ولما أن جاءت رسلنا لوطن سيء بهم استلیر دا تماشا دکی اشتکا واضح رونا بدو لما دا کلما بوحینا یا بو توقیت هر کامی لما نکتو دیلی فرغناکا اول لیر کان دا انی بدو دا هاتو ام انا اوی کوا تتبع کراو للغت عرب دا حکم دراو بوک او انا لشوینکی ابو شو دا او انا زائده هیچ کام لمعانی پیش خوی کتا ایسی باسمان کر نایدا باشا ایه والثاني أن تقع بين لو وفعل القسم بين لو باشا وفعل القسم مذكورا لخوار أو متروكا
باشه بزنید خود چند دتوانین ادامه بدین لو ناسی تاسل اصالی صبرین چون که کاملا توضیحاتی هی همیش بو خوی بزنید خود دتوانین یا نتوانین اه وعقل ببه انکا فعیلی تقویتی تو بو انکا ام انا وعقل ببه لبینی چو دا لبینی لو دا و لبینی فعلی قسم دا واتل لشوینی که ابو شیو دا لبینی لو فعلی قسم دا اگر انهاد حكم ذكري وزائد بني أنا كا وكو أو كذا ليه فأقسم أن لو أن لو التقينا وأنتم لكون لكم يوم من الشر مظلم بلى شاعر ليرك أنا دا كسك بناوي مسيب بن علسة علسة اشتكي آوا كبمشي على وكلنا قصيدة يقدايا خطابي في القلب بنو عاملة معنى شاركش مفرداتي كويتي داني الواقع دا بلا معنى شارك دا بيت اوا شعير سوين دخوا على سوين بخوا سوين دخون بخوا ان لا يلتقين اقر بيبقين ما بسي قيشتن لميدان شردايا او كدولة شكل بنو لبرامر يقرار بقين اقر بيبقين باشا وأنتم لقال إيوة يك بقرين يعني بيك بقين لشر دار وبرو يك بيستين لكان لكم يوم النشر مسلمو بو إيوة أورو دادات الروش الروج بو إيوة الروج يكدبي لشر وخرابة كان يجي روناك تان لتاريك دبي يعني من الروج روناك تان لتاريك دكم باشا يعني روشتان ليدا كما الشو اعاوه باشا زود شاكا عرضي خوشا بيستان كم فاك فايس انا فييا ايه اقسم او فعل مضارع فعلك ان يتدا مستطيلا امزا فعل قسم امزا مقسم به كويك سويني في دخلت بالله يا اني فاقسم بالله او بالله كجار مجرورك يا كده بيتا سلي أقسم وكوليداتي محزوفة آينا أصلك آوية فأقسم بالله آوى زور تشك عرسي خوش ويستان كم باشان لو كلاوي حرف لما كان سي قولي قوي غيره وكسيبه هيدا فلمي التقينا آوى دبيتا خلاصي كلام فعلي ماضي ناكل محل رفع فعل كيتي بنوعك الشرط واب ولوك باشا واوك عطفة أنتم عطفة بوصر شوية أنتم عطفة بوصر نا التقينا زورت شاك ودوايا أنتم عطفة بوصر سي بوصر أو نا التقينا باش دوايا لامك جوابي لو لكان لكم يوم عرضي خوش ريسان قام لكم خبري مقدمة بو كان يوم مبتدا اسم مؤخرة بو كان دوايا من الشري زوتاكا ايوش حتى على بس بكانوا يعني اصبا مظلم كبنا خويتي ومظلمون دبيت الصفة بوتي بو يومي شاهدك يا ملسر او كلير دا سيبوهي ام شعري لنا ويكل لنا وشعر كان الكتاب دا جنجان دوا هي ناويتي لسر او كيس شادي فيك دوا لسر داخل بوني ان دوا فعل قسم اما كالكتي نقشي توكيد اواني هي لواقده لو شوين دا جا استي اما لشوينك دا انا كواقع ولدوا فعل قسم او هاكتي بين لو وبين وفعل القسم كما لش صورتك داك خدي فعل قسمك تصليح شبيك راك الله فأقسمه دوبار شاهدش كي تداك شاهدك وق ضرورة الشعر دادن ليلة غير ضرورة أما دروزنيا عطفي أنتم كلا وتواني بوصل زميلي مرفوع متصل أم عطف لأصل دا ببي تأشيد يا ببي فاصل لأصل الله صحيح نيا وأقاليش ببشتيكي ابن مالد الله وضعفه تعقيد وضعفه اعتقد لا بلا وازبونك برواد ببي اوشتا مشتكي لا واز لا واقد اشتكي قوينيا جادوايا او
او شاعری شیته ده کانتم اتفا بوسر ناگا دبوایا تأکیده ببایا یا مثلا لو التقینا نحن و انتم او بوایا یا فاصله بوایا ایسی نتاجیده که اینا فاصله که هیا اما تهبت بشعر او لغیر شعر دروز نیا و امزا جمله لکان لکم او دبیت جواب و قسمک که